السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون. النهاردة هعمل لكم وصفتين باستخدام الفول السوداني، والوصفتين أحلى من بعض. في آخر الفيديو هقول لكم بعض الحقائق عن الفول السوداني اللي بتثبت أنه بيساعد الناس اللي بتعمل رجيم. الفول السوداني بيساعد على التخسيس، لو عايزين تعرفوا في آخر الفيديو هقول لكم المعلومات. هعمل لكم الأول زبدة الفول السوداني بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتعملوها في البيت بكل بساطة. بحتاج ربع كيلو من الفول السوداني المحمص المملح، انا هنا مستعملة السوداني الاسود. بنحطه في الكبة او في المطحنة، كل شوية بنشيك عليه كده وبنقلبه لحد ما نوصل لدرجة النعومة اللي احنا عايزينها. لو عايزينها زبدة ناعمة قوي بتضربوا السوداني لحد ما يعمل عجينة ناعمة جدا، انا بالنسبة لي بفضل الدرجة دي. بعد كده بنحط من معلقة لمعلقتين زيت على حسب سيولة الزبدة الفول السوداني اللي انتوا عايزينها، دي كده معقولة جدا. بنحط له بعد كده معلقة من عسل النحل ورشة ملح صغير، بنقلبهم تقلبتين كده وخلاص. بنحفظه في برطمان او في علبة بنغطيها وبندخله التلاجة. ممكن نقدمه مع بسكوت شاي، ممكن احط عليه عسل، ممكن مع توست. وبيبقى طعمه جميل جدا ولذيذ. احلى حاجة فيه ان فيه قطع من الفول السوداني. تاني وصفة معايا النهاردة هي كوكيز بالفول السوداني المطحون والشوفان، كوبايتين من الشوفان الغير محمص، شوفان ني. بستخدم كوبايتين من الفول السوداني المطحون، مطحون طحن خفيف، وكوباية من الزيت النباتي. بحط الفول السوداني المطحون مع الزيت، بضربهم مع بعض الأول. بعد ما يختلطوا بحط الشوفان، شوفان مجروش ومش دقيق شوفان. بحط رشة ملح وبقلب بالمعلقة. من المعروف ان الشوفان من اكتر الحبوب المشبعة. بضيف بعد كده كوباية من الزبيب لان انا مش بحلي بالسكر، فده يعتبر بدل السكر. بقلب الزبيب مع الشوفان، بحط بيضة كاملة ونص كوباية من الدقيق. بقلب وبحط فانيليا 2 جرام من سكر الفانيليا. بقلب كويس قوي لحد ما الخليط يتجانس. لو عايزين تحلوه اكتر ممكن تحطوا له معلقتين عسل نحل، لكن هو كده بيبقى طعمه جميل جدا. بشكل الكوكيز بسكوب ايس كريم، يعني معلقة ايس كريم، وبدخله الفرن على درجة 180 مئوية لمدة من 15 ل 20 دقيقة. بعد كده بسيبه يبرد لمدة 10 دقايق ويتماسك وخلاص، وبالهنا والشفا. بيبقى طعمه حلو جدا وصحي ولذيذ. المكسرات عامة ليها أهمية كبيرة، طعمها لذيذ والناس كلها بتحبها. الفول السوداني بيحتوي على كمية كبيرة من الدهون أحادية التشبع،
الدهون دي بتساعد على الوقاية من أمراض القلب والشرايين، وفي دراسة أثبتت أن الفول السوداني من أهم مصادر الدهون أحادية التشبع. الفول السوداني بيسبب الشبع، يعني لو أخذنا وجبة من الفول السوداني، وجبة خفيفة ما بين الوجبات، هيحسسنا بالشبع لفترة طويلة وبيؤدي لتأخير الوجبات الرئيسية. ده غير ان الدهون اللي في الفول السوداني اكتشفوا انها ما بيتمش امتصاصها بالكامل وبعضها بيخرج مع الفضلات. الفول السوداني كمان يعتبر مصدر غني للفيتامينات والمعادن، ومنها فيتامين اي وفيتامين بي والمنجنيز، وهو بيحتوي على الياف غذائية. ده غير طبعا ان الفول السوداني من الاطعمة الشعبية وتمنه رخيص، يعني في متناول الجميع. ويعتبر الفول السوداني غني بمضادات الأكسدة، والفول السوداني أكله بيزود من تدفق الدم في الدماغ وبيقلل من الإصابة بتجلط الدماغ. وكمان الفول السوداني بيقلل من معدلات الإصابة بالزهايمر والسرطان وأمراض القولون والمرارة. طب هل الفول السوداني بيزود الوزن؟ في إحصائيات أثبتت الناس اللي بتتناول الفول السوداني على الأقل مرتين في الأسبوع بيبقى أقل عرضة لزيادة الوزن. لو عجبتكم الوصفتين بتوع النهاردة، ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك عشان تساعدوا قناتي على الانتشار، واشتركوا في قناتي لو كنتم اشتركتوش فيها، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم إشعار بكل فيديو جديد أنا بنزله. ولو ليكوا أي طلبات أو مقترحات اكتبوا لي في الكومنتات تحت الفيديو، وأشوفكم في وصفة جديدة. باي.